هناك لمسة وفاء ولمسة انتماء ولمسة حب للخير وفعل الخير. ما أجمل الخير حينما يكون في قلوبنا، ما أجمل العطاء حينما نتجسده في داخلنا. هنيئا لنا بتواجد كل من يقدر الإنسانية ومن يقبل عليها ومن يتواجد دائما من أجلها. قشعريرة تأتي لكل إنسان في قلبه إنسانية وفي قلبه رحمة وفي قلبه حب لله ولرسوله. ما أجمل الوفاء، ما أجمل الإنسانية، ما أجمل العطاء. خبر سأعلنه الآن على الهواء مباشرة، هذا الخبر يسعد كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأعتقد حتى غير المسلمين لو رأوا مثل هذه الأفعال ومثل التكاتف ومثل الانتماء والإنسانية ومثل المبادرات، أعتقد ربما يكون هناك يدخلون في الإسلام لأنهم وجدوا ناس يقدرون الإنسانية وفي قلوبهم رحمة وفي قلوبهم تعاون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الحديث ينطبق على ما سأعلن عنه الآن. أحدكم يا المتسابقين كان عليه دين مبلغ ما يقارب 200,000 ريال أو أقل بقليل، وهالدين تسبب له إلى إيقاف خدماته وتعثر أمور كثيرة في حياته. الجمهور بوقفتهم رأوا تغريدة من أحدكم في يوم من الأيام لأحد مشاهير السوشيال ميديا، قالوا شافوا التغريدة واضح فيها أنه هالشخص مغرد وقايل يا ليت يكون في وقفة إنسانية لأحد المشاهير حتى يقضى ديني، وما قضي الدين. إيش صار؟ لما شافوا الجمهور بوقفة الانتماء والوفاء والرحمة والإنسانية والمحبة والأخوة قاموا لها وقالوا حنا لها. خلال 24 ساعة يتسدد دين مسفر برميثة. خلوا يسجد، خلوا يسجد شكر، خلوا يطبق السنة إذا خير، خلوا ساجد، خلوا ساجد. هذا سجود شكر من السنة، إذا إنسان جاته نعمة ودوع نقمة يسجد شكر وطبق السنة. تفضل المسفر، ألف مبروك. الله يسعدكم، كل شيء بالخير. هذه وقفة الجمهور الواقع ومتابعين، وقفة وفاء وانتماء لك يا مسفر، وانت تستاهل. الله يرفع قدرك، ما يحتاج الله يرفع قدرك. الله يسعدك، تستاهل كل خير. تعال مسفر، تعال عندي. الله يسعدك يا مسفر ويفرج كرب كل مكروب كل مديون دلامي. مسفر اعتقد هذه لحظات ما راح تنسى. مسفر في يوم من الايام، ومسفر اخ وعزيز وغالي لي ولكم وللمشاهدين، اسعدهم خلال الايام اللي راحت فأحبوه لنيته الطيبة، فرفع يده في يوم من الأيام وقت المطر وكان يقول يا رب اقضي عني ديني، يا رب اقضي عني ديني. ما هي إلا يومين تقريبا إلا ويقضى دينه من خلال إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات متابعي قناة الواقع والفضائية. يعني قضاء دين بمبلغ حول 200,000 ريال في أقل من 24 ساعة، فهذا يدل فإنما يدل على حب الخير والانتماء والوفاء لهذا الكيان ثم لهذا الرجل مسفر برميثة. وش تقول يا مسفر؟ الله يجزاك